زياد كافي مدير لا زياد يطلع لا زياد يطلع بالكاميرا اقصد كافي مدير زياد يعني ان يمشون نفس زياد كافي يزقنا بالطبايخ يا هلال عبد العزيز زي فهد معيان يطلع بالعيال ذولا ما يطلعوا مشكلة يا زين زين والله فهد معيان ترى شخصيه كويسه مو بصاحي بس يعجبني فيه انه مو بصاحي يعجبني فيه انه صاطي يعجبني فيه انه لا مو بصاطي صاطي على ايش صاطي على كل شيء يعني لا لا مو بصاطي يعني شخصيه جت في مكان مناسب له مناسب ما اظلمه بس انه فاهم غلط شوي بس نظام وش رجل ممتاز لكنه يفهم غلط شوي فاهم الشغله غلط يا اخي التجريح في الناس مو بزي النقد يجي نقد احترام قصدي بدون ما اتوقف شفت فخر شيء يقول من حبكم ومن يعني لا الحب مو بكذا يا نواف هو يقول من حبنا لكم وخذوها من باب نصح وكذا يعني افرح بالانتقاد وكذا يعني صلى على النبي حق والله النقد ما يجي بالطريقه هذه اللهم صل على سيدنا محمد اسلم بدون تجريح بدون تسبيب حساسيه بين الناس والله صادق والله نصدق بس انه يضحك يا اخي يقطع ام الشاشه يقطع ام البرنامج خلينا نكون صريحين شوي نتكلم يلا يلا والله بالعكس تعجبني صراحه انا مع النقد النقد اللطيف اللي ما تجرح فيه المسلم مثل من يعني انت تشوف ان في نقده يعني ارحم واحد ما ودي اذكر اسماء لكن انا اقول لك مع النقد اللي بدون تجريح التجريح مو بزي والله انا يا رجال بهاج رجال ما جامل رجال صريح واللي على قلبي على لساني ورجال غلط غلط انت صريح صراحه كذي محتاجها ما بيها تقعد تجرح في المسلمين المجامل زين وطيب انا لو ما جامل حتى اخوي ولد امي وابوي راح اخسره انا شفت نواف سوى زله اليوم لازم اتغاضى منها اسكت نواف سوى حركه ما هي بزينه فيني بسيطة تحملها مثل ما قال بن جدران دام تمشي مشى مشي الأمور لا تقعد تدقق في جميع الأمور الناس ترى ما عندها إلا أنت غلط الناس فيها ما يكفيها الناس عندها شيء ما تدري عنه أنت مثل الظاهر الخافي الله أعلم أدنات حاجة تجيني أقعد أنشف فيها وأدقق فيها وليه رحت وليه جيت وليه سويت وليه فعلت فيني كذا وامس ما دقيت علي وامس ما كلمتني وامس سويت حركه ما عجبتني وامس 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 ضغوطات ضغوطات فجأة في يوم وليله تلقاك متكي لحالك ما عاد احد يبيك انت لازم تجامل جامل بلطف بدون ما تجرح الناس بدون ما تسب الناس المجامله يعني لابد منها المجامله نعم انا ادعم المجامله وانا معها حتى في البرنامج ما تسمع يقولون حدد لنا شخص واحد وش احدد لك شخص واحد هل تدعم الثنائي وش اللي يدعم الثنائي انا بين 20 رجال ارحب